والبداية من تونس، حيث تستجوب وحدة مكافحة الإرهاب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جمعية خيرية. ويتعلق الاستجواب باتهام الغنوشي في القضية المرتبطة بتمويل ما تعرف بجمعية نماء الخيرية، ويأتي القرار في أعقاب إصدار البنك المركزي مطلع هذا الشهر مذكرة لتجميد أرصدة وحسابات مالية للغنوشي ومقربين منه. ومتابعة لهذا الاستجواب، معنا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. تهم غسل أموال وفساد، كيف يمكن قراءة اليوم كل المعلومات السابقة المتداولة والمتصلة بهذا التحقيق سيف الدين؟ نعم روبير، نحن أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ورائي طبعا هذا مدخل القطب، ومن المنتظر أن بعد دقيقة ونصف تقريبا أن يمر أو تمر سيارة الغنوشي لتدخل إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والوقوف أمام قاضي تحقيق في قضية غسيل أموال. أساسا هي القضية، قضية اليوم، متعلقة بجمعية نماء بعد أن جمد البنك المركزي والسلطات المالية التونسية مجموعة من الأرصدة البنكية للغنوشي وحمادي جبالي رئيس حركة النهضة السابق ورئيس حكومة أسبق، وطبعا مجموعة من عائلة الغنوشي وعائلة حمادي الجبالي. طبعا يأتي هذا بعد أن جمد البنك المركزي طبعا كما قلت الأرصدة البنكية، وأيضا بعد حوالي شهر من إعلان هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي التوجيه التهمة رسميا إلى الغنوشي و32 آخرين، التهمة تتعلق بالإرهاب وربما بحسب هيئة الدفاع المشاركة في الاغتيال وتنظيم أو المشاركة في تنظيم ومساعدة بعض الناس الذين شاركوا في الاغتيال سواء محمد الإبراهيمي أو شكري بالعيد. طبعا هناك حديث عن أن إمكانية دخول الغنوشي إلى هذا المكان وعدم الخروج منه أو الذهاب مباشرة إلى مركز الإيقاف بأحد السجون التونسية أو الخروج بعد الاستماع إليه في التحقيق، يعني 50% في الحقيقة روبير لمعرفة إن كان سيبقى الغنوشي في حالة إيقاف أمام أنظار العدالة أو أنه سيفرج عنه بعد التحقيق معه. شاهدنا محامية راشد الغنوشي قد دخلت منذ تقريبا نصف ساعة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ونحن في انتظار التحاق راشد الغنوشي الذي ربما يدلي الآن بتصريحات للصحفيين مع مجموعة من أنصاره على بعد أمتار ليس بعيدا عنه. مباشرة من العاصمة تونس الزميل سيف الدين العامري، سيكون لنا متابعة معك سيف الدين بشأن هذا التحقيق مع راشد الغنوشي بتهم إرهاب وغسل أموال.